الحكيم يدعو الرئيس معصوم لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال المدد التي حددها الدستور. تحالف النصر برئاسة العبادي يؤكد أن الإعلان عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة سيتم بعد عطلة عيد الأضحى. مقتل 3 إرهابيين من منظمة PKK في غارة جوية شنها سلاح الجو التركي على منطقة زاب شمالي العراق. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل في موسكو وفدا تركيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود تشاوشوغلو. الشهيد أحمد هاجر أغلو أحييكم مشاهدين الكرام. استمعنا للعناوين والآن ننتقل إلى التفاصيل. دعا رئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى دعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى ضمن المدد الدستورية. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الحكيم ومعصوم بعد 5 أيام من دعوة مماثلة وجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئيس الجمهورية لدعوة مجلس النواب لعقد جلسته الأولى ضمن المدة التي حددها الدستور. بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد الماضي على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، دخلت المهل الدستورية المتعلقة بعقد جلسة مجلس النواب حيز التنفيذ، حيث دعا رئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى دعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى ضمن المدد الدستورية. وذكر بيان لمكتب الحكيم أنه التقى مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بغداد وبحثا ملف تشكيل الحكومة وضرورة دعوة مجلس النواب لعقد جلسته الأولى ضمن المدد الدستورية. وجدد الحكيم خلال اللقاء رؤيته للخيارات المطروحة بحكومة الأغلبية الوطنية أو حكومة الشراكة عبر الفضاء الوطني ووفق الشروط التي حددتها المرجعية للمرحلة القادمة. كما دعا الحكيم الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وقراءة متطلبات المرحلة القادمة، مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة قوية وشجاعة وحازمة وقادرة على تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعا الأحد الماضي رئيس الجمهورية إلى دعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمني المحدد دستوريا. وينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان لعقد أولى جلساته خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية. مع استمرار تسابق محورين من محاور التحالفات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وتولي زمام تشكيل الحكومة المقبلة، أعلن تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب الجديد سيتم بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة. بعد إعلان مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية، تصاعدت حدة التسابق بين محورين في الساحة السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر. الأول المحور الذي تقوده التحالف الخماسي الذي يضم ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والوطنية واتحاد القوى العراقية، والمحور الثاني الذي يقوده ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح. وأكد علي السنيد القيادي في تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الكتلة النيابية الأكبر سيعلن عنها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة. وقال السنيد في تصريح صحفي إن تحالف نواة الكتلة الأكبر الذي تشكل عقب الاجتماع الخماسي الذي عقد في بغداد
سيلتقي وفدا كرديا رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة في بغداد لبحث تشكيل الكتلة الأكبر والخروج برؤية موحدة، مؤكدا أن تحالف النصر منفتح على جميع الكتل السياسية. وأكد السنيد أن تحالف النصر متماسك ولا وجود لأي انشقاقات داخل صفوفه، معتبرا أن ما يثار بين الحين والآخر عن انسحاب شخصيات من تحالف النصر عار عن الصحة. وكان تحالف النصر الذي جاء بالمرتبة الثالثة بعد ائتلاف سائرون والفتح من حيث عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها في الانتخابات الماضية، قد أعلن تمسكه برئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة المقبلة. مشاهدين الكرام، بينما يعيش غالبية العراقيين فرحة عيد الأضحى المبارك وهم في ديارهم وبين أهلهم، إلا أن هناك آلاف المواطنين من يحيون هذا العيد وهم في مخيمات النزوح بعيدين عن ديارهم التي دمرها الإرهاب. وقد رصدت عدسة فضائية تركمانيلا أجواء عيد الأضحى في إحدى مخيمات النزوح بمحافظة ديالى، حيث كان الأطفال يعيشون فرحة العيد رغم ظروفهم المعيشية الصعبة، وهم يتمنون فقط العودة إلى ديارهم في أقرب وقت. بينما يعيش غالبية العراقيين فرحة عيد الأضحى المبارك وهم في ديارهم وبين أهلهم، إلا أن هناك آلاف المواطنين ممن يحيون هذا العيد وهم في مخيمات النزوح بعيدين عن ديارهم التي دمرها الإرهاب. أكثر من 4 سنوات مضت وآلاف العوائل النازحة لا تزال غير قادرة على العودة إلى منازلها ومناطقها بسبب الدمار الذي لحق بتلك المناطق، وأيضا بسبب الأوضاع الأمنية التي لا تزال غير مستقرة في مناطقهم، وهم يعيشون العيد بعد العيد ويحدوهم الأمل بالعودة إلى ديارهم. وفرحة عيد الأضحى المبارك التي يعيشها المسلمون اليوم شبه غائبة عن العوائل النازحة في مخيمات النازحين في العراق، ومنها هذا المخيم الموجود في محافظة ديالى، حيث يحاول الناس هنا التكيف مع الواقع الحالي من خلال فتح محلات بسيطة للغاية وبيع السكاكر والحلوى للأطفال بالعربات، والأطفال الذين هم أكثر شرائح المجتمع تضررا من الإرهاب يحاولون مشاركة أجواء عيد الأضحى مع أقرانهم في المناطق الآمنة، ويلعبون ويمرحون بما توفر لديهم من ألعاب بسيطة للغاية. لكن هذه الفرحة في هذه القلوب الصغيرة لا يمكن لها أن تلغي الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء الأطفال بسبب مشكلة النزوح والعيش بعيدا عن الديار، لكن أمنيتهم الوحيدة العودة إلى ديارهم وإلى أهلهم. عيد الأضحى وهي مناسبة كبيرة، يعني إحنا قبل كنا كل من منطقتها يعني نلعب أساسا، يعني أكو ناس حزنانة أكو ناس فرحانة، يعني كيف ما يرجعون لأهاليهم المناطقهم، يعني تعرف يعني هسه عمامي ما عندي، يعني هسه عمامي يعني بعيدين علينا، فدنا عدنا نعيد يذول الأقرباء، عاد شوية حصات أصدقاء فد 5 6. اي والله طبعا اتمنى ارجع، واتمنى ارجع وان شاء الله كل المناطق ترجع باذن الله تعالى. اطفال وشباب وشيوخ لا يجدون في العيد اي فرحه لعيشهم في مخيم تحيطه الأسيجة بعيدين عن اهلهم واقربائهم، وقد اصبحوا سلعه يتاجر بها السياسيون في الانتخابات. أجواء العيد يعني مثل ما تشوف الأطفال، يعني مو كل الناس فرحانة لأن ما حد راجع الأهل والقريتة والناس، فالناس يعني تعبانة ووضعها المادي كلش تعبان. السياسيين يجون يقعدون يرجعونهم لأهلهم والمناطقهم، يعوضونهم مبلغ مادي بس قبل الانتخابات فترة، يجي مجرد يحكي حكي وماكو أي فعل، مجرد ما يفوز أو يصعد نسى اللي صعدوا، صعد على ظهورهم وعلى شتافهم. أتمنى أحسن من الرجاء بعد ماكو منطقتك وبين عمامك خوالك ومرتاح هناك نفسيا، أحسن من ما هنا قبل المخيم وكهرباء شوية وضعيته مو شيء، تشغل ساعتين تطفي ساعتين والجو حار هنا بالنسبة بالخاصة سهل الأيام هذه، ونحمد الله ونشكر إن شاء الله. مع
قرب انتهاء مناسك الحج لهذا العام، أعلنت بعثة الحج العراقية اليوم الجمعة عن انتحار حاج من أهالي محافظة بغداد داخل الحرم المكي دون معرفة الأسباب، في وقت كشف فيه البعثة عن أن الحاج المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية. أعلنت بعثة الحج العراقية عن انتحار حاج من أهالي محافظة بغداد داخل الحرم المكي، وذكر المتحدث الرسمي باسم بعثة الحج العراقية حسن فهد الكناني في بيان صحفي إن حاجا من مواليد عام 1975 من سكنة بغداد أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من صحن الطواف العلوي في الحرم المكي دون معرفة الأسباب. وأضاف المتحدث باسم بعثة الحج أنه وفقا لحجاج عراقيين في نفس الفندق الذي يسكن به الحاج المنتحر، أوضحوا أنه يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر. وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن أحد الحجاج لقي مصنعه داخل الحرم المكي بعد أن سقط من الطابق الثالث داخل الحرم المكي ما أدى إلى وفاته على الفور، مضيفة أن سقوط هذا الحاج أدى إلى إصابة حاجين آخرين تم نقلهما إلى مستشفى قريب في مكة المكرمة لتلقي العلاج. في إطار الحرب التي تشنها القوات المسلحة التركية ضد التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، قتل 3 إرهابيين من منظمة بكك الإرهابية في غارة جوية شنتها مقاتلات سلاح الجو التركي شمالي العراق. استمرارا للحرب الضروسة التي تشنها القوات المسلحة التركية لضرب التنظيمات الإرهابية داخل تركيا وخارجها وفي إطار عملياتها المستمرة في شمال العراق، أعلنت رئاسة الأركان التركية مقتل 3 إرهابيين من منظمة PKK كانوا يستعدون لاستهداف نقاط أمنية حدودية في منطقة زاب شمالي العراق. وذكرت رئاسة الأركان التركية في بيان لها أن الطائرات التركية استهدفت الإرهابيين في غارة جوية في منطقة زاب شمالي العراق ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين من منظمة PKK الإرهابية. وعادة ما يستهدف الجيش التركي مواقع منظمة PKK الإرهابية ويلاحق عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش. وفي موسكو استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفدا ضم وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو وبرفقة وزير الدفاع خلوص أكار ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان. وقد أكد بوتين خلال اللقاء أن علاقات بلاده مع تركيا تزداد عمقا وثراء بمضامين جديدة، وأن التعاون بين البلدين يتطور في القضايا الإقليمية والاقتصادية. ضمن الجهود الهادفة لتعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وتركيا في القضايا الثنائية والإقليمية، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وفدا ضم وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو وبرفقة وزير الدفاع خلوص أكار ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان. وحضر اللقاء من الجانب الروسي كل من وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغن والمبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافانتي، حيث أدلى بوتين خلال اللقاء بحديث عبر فيه عن سروره بتطور مستوى العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا، وقال إن علاقتنا مع تركيا تزداد عمقا وثراء بمضامين جديدة والتعاون بيننا يتطور في القضايا الإقليمية والاقتصادية. وضف بوتين قائلا لقد تمكنا من إحراز تقدم ملحوظ في تسوية الأزمة السورية بفضل مساهمات روسيا وتركيا إلى جانب إيران والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من جانبه أشار تشاوشوغلو إلى أن علاقات بلاده مع روسيا ما تزال تثير غيرة البعض، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن تطوير صور التعاون بينهما في القضايا الإقليمية لما لذلك من أهمية قصوى للسلام الإقليمي. كما نقل تشاوشوغلو تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وباقي المسؤولين الروس، ووجه لهم الدعوة لزيارة تركيا في أقرب وقت. خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو،
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو على أهمية استمرار العمل مع روسيا من أجل مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا والمحافظة على روح اتفاق أستانا. كما حذر تشاوشوغلو من أن استخدام الحل العسكري في محافظة إدلب السورية سيؤدي إلى كارثة. عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا تطرق فيه إلى موقف بلاديهما من الأزمة في سوريا. وأشار تشاوشوغلو خلال المؤتمر الصحفي إلى ضرورة استمرار العمل مع روسيا من أجل مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا والمحافظة على روح اتفاق أستانا، مضيفا أنه من ناحية أخرى يجب زيادة الجهود من أجل إحياء عملية سياسية في سوريا، كما أن تشكيل لجنة صياغة الدستور في أقرب وقت يعد أمرا مهما وحتميا لمستقبل سوريا ولإطلاق تسوية سياسية في البلاد. من جانب آخر، حذر تشاوشوغلو من أن استخدام الحل العسكري في محافظة إدلب السورية سيؤدي إلى كارثة. وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا إن إدلب يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مدني، ويجب تمييز الإرهابيين عن المدنيين، وأي حل عسكري هناك سيؤدي إلى كارثة، فالأمر ليس متعلقا بمنطقة إدلب وحدها وإنما بمستقبل سوريا كلها. وأكد تشاوشوغلو أن تركيا تساوي بين كافة المنظمات الإرهابية وترى بضرورة مواجهتها جميعا، كما أن الجماعات المتطرفة الموجودة في المنطقة تعد مصدر إزعاج لكل من المدنيين والمعارضة المعتدلة، مشددا على أن تحييد هذه الجماعات يعد أمرا مهما للجميع، كما أن حماية مناطق خفض التوتر في إدلب مهمة من الناحية الإنسانية وعلى صعيد مواجهة الإرهاب. وأوضح تشاوشوغلو أن شن هجوم على إدلب للقضاء على بعض الجماعات المتطرفة يعني التسبب بقتل مئات الآلاف من الأبرياء مجددا ونزوح 3.5 مليون إنسان، وهذا أمر يقضي على روح اتفاق أستانا، لكنه من المهم أيضا إزالة مخاوف روسيا فيما يخص إدلب، معتبرا أن الهجوم على إدلب سيقضي على مصداقية كل من تركيا وروسيا في القضية السورية، لذا يجب تبديل ذلك بالحديث معا عن كيفية إزاحة هذه المخاوف وإحلال الاستقرار هناك. أدانت وزارة الخارجية التركية الخطط التي أعلنت عنها إسرائيل لبناء 2100 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن هذه الخطوات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وستلحق أضرارا بعملية السلام. في بيان صدر عنها، أدانت وزارة الخارجية التركية الخطط التي أعلنت عنها إسرائيل لبناء 2100 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها: ندين بأشد العبارات مصادقة إسرائيل على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية بالضفة الغربية، مضيفة أن هذه الخطوات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ستلحق أضرارا بعملية السلام لا يمكن معالجتها لاحقا. ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الوقوف ضد هذه السياسات الإسرائيلية واجب قانوني وإنساني. يشار إلى أن إسرائيل وافقت الثلاثاء الماضي على خطط بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم من المصادقة على توسيع مستوطنة أخرى وسط الضفة أيضا، وتنتشر في الضفة الغربية وفق بيانات نشرتها الحكومة الفلسطينية أكثر من 196 مستوطنة مرخصة من الحكومة الإسرائيلية، وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية غير مرخصة يقطن فيها أكثر من 700,000 مستوطن إسرائيلي، ويمثل الاستيطان العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ أبريل نيسان عام 2014. تواصل الجمهورية التركية مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في عموم أنحاء العالم. في هذا الإطار وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، بادر الهلال الأحمر التركي بتوزيع لحوم الأضاحي على أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة. نشهد المرة بدها تحكي. بمناسبة
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تواصل الجمهورية التركية وعبر منظماتها الإغاثية مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الإطار بادر هلال الأحمر التركي بتوزيع لحوم الأضاحي على أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضح مستشار رئيس الهلال الأحمر التركي أحمد ياسر في حديث صحفي أن الشعب التركي يهتم كثيرا بأوضاع الشعب الفلسطيني والذي تربطه معه روابط قوية وتاريخية. الشعب التركي يهتم كل الدول، ولكن خاصة يهتم على فلسطين كما يعرف أهل فلسطين هذا الشيء. ولذلك نحن أردنا وأطلقنا حملة للشعب التركي، وهم تبرؤوا على هذه الحملة، ونحن أتينا إلى فلسطين لذبح الأضحيات لهؤلاء المتبرعين حتى نوزع لأهل فلسطين. فأقول لشعب الفلسطيني وشعب الأتراك، نحن هنا منذ 150 سنة كهلال أحمر التركي، حتى هلال أحمر فلسطيني كان فرعا لهلال أحمر التركي، يعني عندنا علاقات قوية تاريخية، ونريد أن نعزز العلاقات الأيام القادمة والمقبلة. يشار إلى أن الهلال الأحمر التركي ينظم هذا العام وبمناسبة عيد الأضحى المبارك مبادرات لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في 40 بلدا حول العالم. عدد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق يقدر بأكثر من 20,000 شخص، هذا ما كشف عنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي تلاه في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة التهديد الذي يمثله داعش على الأمن والسلم الدوليين. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مناقشة مفتوحة لمناقشة التقرير السابع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول التهديد الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي على الأمن والسلم الدوليين وجهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في المنظمة في مكافحة التنظيم. وعقدت الجلسة بطلب من بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر أغسطس آب الحالي، وترأسها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الذي أكد لأعضاء المجلس ضرورة اتخاذ موقف موحد لمكافحة التهديدات الإرهابية التي تمثلها الجماعات المتطرفة. وفي التقرير الذي ناقش المجلس حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريس من أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تحديا خطيرا للسلم والأمن الدوليين لأسباب عدة، منها تحوله إلى شبكة تعمل في الخفاء وأنشطة الجماعات الإقليمية التابعة له، والتهديد المعقد للمقاتلين الإرهابيين الأجانب للعائدين والمتنقلين وأسرهم. واستمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة إلى إفادة حول التقرير قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، والذي نوه بأن التقرير يشير إلى أن ما يسمى بخلافة داعش قد واجهت خسائر كبيرة، لكن التنظيم ما زال يثير قلقا بالغا، موضحا أنه بشكل عام يقدر عدد أعضاء داعش في سوريا والعراق بأكثر من 20,000 شخص، بعضهم ينخرط بشكل فاعل في القتال فيما يتخفى آخرون بين المجتمعات والمناطق الحضرية المتعاطفة معهم. كما أقر المسؤول الأممي بأن من المرجح أن يستمر جوهر التنظيم في سوريا والعراق على المدى المتوسط بسبب استمرار الصراع والتحديات المعقدة التي تهدد الاستقرار، فيما حذر في الوقت نفسه من تواجد أعضاء تابعين لداعش في أفغانستان وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وليبيا، وبشكل أقل في سيناء واليمن والصومال ومنطقة الساحل. ختام النشرة، غدا ألقاكم بإذن الله، تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء.